عيون جل مغمراتي يا حي مركب الدلايل على الفايزين. التواصل مستمر أيها المتابعون جميعا في كل مكان في الوطن العربي الكبير في انطلاقات ختامي الوثبة في انطلاقة أول أيام أيضا هذه الانطلاقات يوم الأمس هو يوم الأول الذي شاهدنا من خلاله الركض التراثي وهذا هو يوم الثاني من انطلاقات هذا الختام. نذكر بانطلاقة الفترة المسائية في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم سوف تكون أيضا مع انطلاقة أشواط الانتاج والمنتجين هذا اليوم الخاص بالانتاج. نتمنى للجميع بإذنه تعالى التوفيق والسداد والنجاح. نسير مباشرة إلى الصدارة إلى مقدمة الشوط. هذا شعار الرمادي يتقدم سعيد بن سهيل بن هاشل العامري مقدما لنا مصيحان مصيحان في الصدارة في المركز الأول بينما المركز الثاني هذا الجامع أيضا المحلل القدير محمد بن عبد الله بالحب العامري يتقدم أيضا برفقة أحد الأصدقاء الذين أيضا رافقوا هذه الرياضة منذ التأسيس يتواجدون في الصدارة في المركز الأول. راعي الرمادي على صدارة سعيد بن سهيل بن هاشل العامري أهالي الطوية يحتفلون بأول أشواط الجعدان في هذا الصباح الجميل مع شعار بو سالم اللي نتمنى له التوفيق بإذن الله تعالى وبقيادة أحد شبابنا المضمرين عيسى بن سالم الطوقي بو صالح بالفعل قدم نوعية فريدة وجميلة للغاية في هذا الصباح بينما بالحب يقدم لنا الجامع محمد عبد الله بالحب العامري المركز الثالث. وصل الشاعر ليتقدم من خلال مسامح غدير بن سعيد بن غدير اكتبي ايضا يقدم نوعيات فريدة وصاحب نظرات ثاقبة في عالم الاصايل. مرحبا ايضا بكلماته الجميلة في عالم الشعر والشعراء بينما هناك الوصول من ملفتة سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عميرة وصل بن عميرة الشامسي راعي فرحة في العام الماضي صاحبة الرمز فرحة رمز الانتاج يتواجد هنا بن عميرة ليقدم لنا هذا الشعار. بن ثعلوب ايضا يقدم نوعيات الفريدة مع المشهر سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي وصل في هذه اللحظات ولكن ايضا طريف وصل الله العثة بالخزع بالعثة العامري سلامي عليك يا العثة وايضا انتاجك المميز والجميل من مصانع الجنوب قادم ايضا بانطلاقات. مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام الدخول الاخر من الفائز حاضر بن علي بن حاضر المزروعي حاضر في منافساتي هذا الصباح بينما المارد حميد بن سعيد بن سعيد المنصوري وصل المارد هذا خطير يبغى له مراقبة. المارد أيضا يتدخل من عمق الميدان ولكن هناك الجارح أو جارح لعامر بن مصبح بن حويرب وصل بن حويرب ولكن نعود إلى الصدارة نعود إلى مقدمة الشوط. الله الله أرى شعار العسكري قادم مع جراح محمد بن عبد الله العسكري ولكن التغيير الذي جرى وطرى مع الشامخ خويدم بن سعيد بن خويدم العامري أيضا يشمخ في المركز الأول الشموخ القوي في الصدارة الأولى على المركز الأول. الكيلومتر الأخير المثير الجامح لمحمد عبد الله بالحب العامري في المركز الثاني وهناك المشهر ايضا والوصول الاخر من شعار العثة بالخزع بالعثة العامري مع طريف وصل طريف ولكن هناك ايضا الدخول من جراح محمد عبد الله العسكري ابناء ميدان الابيض منجم السبق بالسلطنة قادمين في منافسة منطقة الاعلام ولكن العودة الى ايضا الصدارة الاولى. هذا الشامخ خويدم بسعيد بخويدم العامري في الصدارة الأولى في المركز الأول. تحرك العسكري ولكن شعار بو زايد مع ملهم عامر بن محمد بن زايد المنصوري بدأ يلتهم المراكز المتقدمة ولكن عودة إلى المنافسة عودة إلى الصدارة الأولى. أيضا كوكبة من الجعدان الإنتاج المنتجين الله يا أهالي الظفرة أيضا قدموا بشيء مميز مع ملهم
يلتهم المركز الأول ملهم عامر بن محمد بن زايد المنصوري على هذا الاندفاع القوي على هذا التحدي المثير. سلام إلى الظفرة، سلام سلام إلى أبو زايد، سلام سلام العامر بن محمد بن زايد المنصوري، وسلام أيضا للإعصار على هذا الأداء. المركز الثاني وصل فيه الشام خويدم بسعيد خويدم العامري. المركز الثالث، المركز الثالث أيضا طريف العسب الخزع بالعز العامري. المركز الرابع، المركز الرابع المارد حميد بسعيد بسعيد المنصوري. والمركز الخامس كان جراح محمد بن عبد الله العسكري. هذه نتيجتنا أيها المتابعون جميعا، ولكن ملهم من ينقض على المركز الأول لعانق خط النهاية في ختامية الوثبة، مؤكدا بهذا الفوز، مؤكدا بهذا الانتصار، مؤكدا أيضا بأيضا هذا الختامي الكبير، الختامي الرائع والجميل. هنا مشاهدين الأعزاء ملهم عامر بن محمد بن زايد المنصوري، تهانينا لأبناء الظفرة كافة على هذا الفوز ولهذا الشعار الذي دائما يأتي أيضا بإنجازاته القوية، حيث قطع مسافة السباق مشاهدين الأعزاء في 5 دقائق 50 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا لعامر بن محمد بن زايد المنصوري على فوز ملهم بالمركز الأول، بينما المركز الثاني كان الوصول جميلا والأداء مميز هناك، حيث قطع مسافة السباق في المركز الثاني في 5 دقائق 50 ثانية 6 أجزاء من الثانية هو الشامخ الخويدم بسعيد بخويدم العامري. تهانينا لو الناموس على هذا الفوز الجميل. المركز الثالث 5 دقائق 51 ثانية جزئيني من الثانية هو طريف العثة بالخزع بالعثة العامري. تهانينا والناموس على هذا الفوز. هكذا كان رابع أشواطي هذا الصباح. نذكر بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون بمشيئة الله وتوفيقه في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم. مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء، نتواصل ونجدد اللقاء من جديد مع أشواط الانتاج والمنتجين شوطنا الخ...